السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الكوغ ديال اليوم غيكون كوغ دو فرونسي كي سابيل لو سي او دي داكوغ، دونك كومبليمون دوبجي ديريكت. غادي نشوفوه شكون هو وغادي نتعرفوا على الكومبليمون دوبجي ديريكت فين كيجي والدور ديالو في لافراز. تبعوا معايا. دونك اول حاجه غنعرفوها شنو هي، اش كتعني لابريفياسيون سي او دي داكوغ. دونك سي كومبليمون، لاحظوا معايا، كومبليمون كومبليمون. علاش سميناه كومبليمون؟ دونك كومبليمون باسكو كيل كومبليت لو فيرب داكوغ. Il complète le verbe. يعني كيكمل لينا الفعل. و سي او سي او هذا باش عرفوا الدرس ديال اليوم هو المفعول به. داكوغ، هو المفعول به. اذا حنا عارفين باللي في الجمله في اللغه العربيه الجمله تتكون من فعل فاعل ومفعول به. ماشي ديما كيكون مفعول به، ولكن غالبا الجمله كتكون فعل فاعل مفعول به. بحال هكاك في الفرنسي. دونك في الفرنسي كنبداو لو سوجي اللي هو الفاعل، من موراه كيجي لو فيرب، عاد من موراه كيجي كومبليمون. داكوغ، كومبليمون كتسمى كومبليمون باسكو كيل كومبليت لو فيرب، يعني كيكمل لينا الفعل. او هو او دوبجي داكوغ، اوبجي يعني جماد شيء، دي ديريكت. دونك علاش سميناه ديريكت؟ ديريكت حيت كيكونوا حيت كيجي مباشرة من مورا الفعل. داكوغ، دونك بينو وبين الفعل ما تكون حتى شي بريبوزيسيون. داكوغ، دونك اللي غنكون نكتب لكم هي كتكون بينو وبين الفعل ما كاين حتى بريبوزيسيون. دونك سون بريبوزيسيون، بريبوزيسيون. دونك لي بروبوزيسيون ان شاء الله غادي نديرها في فيديو بوحدي حتى غنشرحو مزيان. دونك لي بروبوزيسيون باغ اكزومبل مي كاينه افيك سون او لا بور. داكوغ، دونك هادو لي بريبوزيسيون. دونك الكومبليمون دوبجي ديريكت، فوقاش كنقولو لو كومبليمون دوبجي ديريكت ملي كيجي مباشرة داكوغ ديريكتومون ابخي لو فيرب، كيجي من مباشرة من مورا الفعل وما كيكون بيناتهم حتى بريبوزيسيون. داكشي علاش كنعيطو، داكشي علاش كنسميوه سي او دي، يعني كومبليمون دوبجي ديريكت. وكاين كومبليمون اخر اللي هو كومبليمون دوبجي انديريكت. انديريكت هو العكس ديال ديريكت، يعني غير مباشر، يعني غير مباشر، كيكونوا لي بريبوزيسيون ما بين الفعل او والمفعول به. داكوغ، دونك دابا غادي نشوفو فين كيجي هاد سي او دي. دونك في التعريف الاول قلت لكم ان الكومبليمون دوبجي ديريكت il se déplace après le verbe. داكوغ، دونك دائما في الجمله العاديه كيكون عندنا sujet plus verbe plus complément d'objet direct. داكوغ، دونك كيجي automatiquement من مورا، دونك après le verbe. دونك البلاسمون ديالو كيجي ابخي لو فيرب. داكوغ، وشنو الدور ديال الكومبليمون دوبجي ديريكت؟ دونك شنو هو لو رول، الدور ديال الكومبليمون دوبجي ديريكت؟ دونك لو رول دو كومبليمون دوبجي ديريكت بور كومبليتي لو سونس. داكوغ، سي بور كومبليتي لو سونس. شكتعني كومبليتي لو سونس؟ يعني باش يكمل لينا على المعنى ديال الجمله، باش يعطي باش يكون الجمله واحد المعنى. واحد الحاجه خاصكم تعرفوها ان الكومبليمون دوبجي ديريكت اسونسييل في اي جمله، ضروري الجمله خاصها تكمل لينا، خاص يكون فيها كومبليمون دوبجي ديريكت، حيت الا حيدناها كيبقى عندنا لو سونس ما كاملش. داكوغ، دونك المعنى ما كاملش. من سوف كاينين دي زيكسبسيون، يعني كاينين استثناءات كتلقى دي فراز ما فيهمش سي او دي، ما محتاجينهاش اصلا سي او دي. دونك هذاك كيكون لو فيرب ترانزيتيف. داكوغ، دونك لو فيرب ترانزيتيف يعني كيكون فعل لازم، يعني كيلزم غير الفاعل صافي. يعني مثلا اكل الولد، راه غادي تفهمها، ما كاين لاش نكمل لك اكل الولد التفاحه،
دونك واخا نحيد كومبليمون دوبجي ديريكت كيكون الجمله عندها ان سونس بينما الاغلبيه دونك داكور دونك جينيرالمون يعني الاغلبيه ديال لي فراز ضروري خصهم سي او دي باش يكمل لينا باش يكمل لينا المعنى ديال الجمله دونك اخر فقره خاصكم تعرفوها قبل ما ندوزو لي زيكزامبل هو كيفاش يمكننا نلقاو هاد سي او دي كيفاش يمكننا نستخرجوه من الجمله داكور دونك دائما داكور دونك توجور اون بوز لا كيسيون كي او كوا داكور دونك يا اما كي او بيان كوا لاحظوا معايا pour trouver le COD on pose la question qui ou quoi qui il a quel pour un personne d'accord personne شي واحد عاقل d'accord et quoi pour un objet يعني جماد تفهمنا اذا ندوزو للتمارين باش نفهمو اكثر دونك لاحظوا معايا هاد لي زيكزامبل لاحظوا معايا المثال الاول روميو ام جولييت داكور دونك روميو كيبغي جولييت دونك اون شيرش لو كومبليمون دوبجي ديريكت داكور دونك روميو ايت ان سوجي داكور دونك كامل متفقين على ان روميو راه هو السوجي داكور هو الفاعل دونك روميو شنو كيدير ام سي لو فيرب ايمي داكور احب او لا يحب داكور دونك سي ان فيرب قلنا بور تروفي لو كومبليمون دوبجي ديريكت اون بوز لا كيسيون كي او بيان كوا Donc, Roméo aime Juliette. Juliette est une fille, d'accord? C'est le nom d'une fille. Donc, vous savez, il y a une bêtise, d'accord? Donc, on va entrer sur elle. Roméo aime qui? D'accord? Donc, Roméo, je connais qui brille. Donc, Roméo, je connais qui brille. Donc, je connais qui? C'est Juliette. Donc, Juliette est un complément d'objet direct. D'accord? Complément d'objet direct. D'accord? Donc, Juliette est un complément d'objet direct. لاحظوا معايا قلت ديريكت علاش حيت جات مباشره من مورا لو فيرب دونك سوجي فيرب كومبليمون داكور دونك شوفوا معايا لا ناتور دائما في الاسئله اولا في التمارين غيطرحوا عليكم السؤال دون موا لا ناتور دو كومبليمون دوبجي ديريكت يعني الطبيعه يعني واش نون واش فيرب واش ادفيرب واش ادجيكتيف داكور دونك جولييت ايت ان نون داكور دونك هذا جا عباره عن اسم نون لاحظوا معايا المثال الثاني Je conduis la voiture. Donc, je, moi, je, sujet. D'accord? Donc, conduit. Le verbe conduire. Je conduis, tu conduis, il conduit, il n'y a plus d'eau. D'accord? Donc, c'est un verbe. Je conde quoi? Un, qu'un sou, qu'chno. Donc, dès qu'chno, la voiture. Donc, l'ardomaya. La voiture est un complément d'objet direct. La nature dialo, ta voix, c'est un nom. D'accord? La demain, tu la manges. Nta, kasekla. Donc, tu est un sujet. Le verbe roua mange, donc c'est le verbe manger. D'accord? Donc, finir où est le complément d'objet direct. Donc, tu manges quoi? Nta, chnou kateakou, nta kasekla. Ou j'ai ébara andamer. D'accord, donc hadla hada est un complément d'objet direct j'aibara an pronom. D'accord, damaer huma les pronoms. D'accord, c'est un pronom. Là, lahdou maya mitel li mora. Demain je les reçois. Gda ghadi ntlqahom. Donc demain, maintenant gharad biha, ana gharad sujet huwa je. Le verbe est reçoit. D'accord, d'accord. Donc c'est un verbe. لاحظوا معايا فين هو الكومبليمون انا غادي نتلقى شنو جو لي ريسوا داكور دونك هاد ال هذا هو الكومبليمون دوبجي ديريكت جا عباره عن تا هو برونو داكور لاحظوا معايا هاد المثال جيم شونتي دونك لو سوجي جو سوجي داكور انا Le verbe aimer, d'accord, donc hada verbe. Donc pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou bien quoi. Donc moi, j'aime quoi. Donc un choukanbri, un kanbrinrini. Donc chanter est un complément d'objet direct. Chou la nature dialogue n'a jamais un fil. Rer mutasarref, yani verbe à l'infinitif, d'accord? À l'infinitif. لاحظوا معايا المثال الاخر سو سوار جو رونكونتر مون افوكا معناها سو سوار دونك جو ايت ان سوجي
Le verbe, c'est rencontrer. Je rencontre, tu rencontres, il rencontre. D'accord? Donc, c'est un verbe. Donc, moi, je rencontre qui? Donc, je rencontre mon avocat. Donc, mon avocat est un complément d'objet direct. Donc, j'ai un groupe nominal. D'accord? Donc, groupe nominal. فدرس اللي فات قلنا شكي يعني الجروب نومينال هو مي كيكون انو كي اون فراز كتكون من دو نو فما فوق داكور دونك من جوج ديال الاسماء فما فوق دونك كان بقى جو رانكونتر افوكا افوكا غيكون كومبليمون دوجي ديريكت عباره عن نو داكور دونك مي قلت انا مون افوكا ديتيرمينون بلس نو دونك كيتسمى جروب نومينال دونك من هاد من هاد لي زيكزامبل شنو كنستنتجو ان الكومبليمون دوبجي ديريكت يمكن له يجي عباره عن نو يمكن له يجي عباره عن برونو يمكن له يجي عباره عن فيرب ان انفينيتيف ويمكن له يجي عباره عن جروب نومينال كتبوا هذه القاعده الاخيره باش تفهموها اكثر دغنيغ باراغراف لو كور هي كيفاش يمكن له يجينا لو سي او دي داكور لو سي او دي ماشي دائما كيمكن له يجينا غير نو داكور دونك ماشي دائما يجينا نو يمكن له يجينا اسم كيف ما يمكن له يجينا برونو داكور دونك لي برونو هما الضمائر اللي هما لا لو لي ال ابوستروف دونك يمكن له يجينا جروب نومينال داكور مجموعه اسميه يمكن لها تكون من ديتيرمينون بلس نو ديتيرمينون بلس نو داكور نكتبها باختصار يمكن له شي عاوتاني عباره عن فيرب ان انفينيتيف داكور دونك فعل ما تصرف لانفينيتيف ما تصرفش داكور دونك بهذا كنكونوا سالينا الكوغ ديال اليوم كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه هاد الكومبليمون دوبجي ديريكت بقى فيديو اخر تسناوه ديال الكومبليمون دوبجي انديريكت ونشوفوا الفرق بيناتهم المهم عرفوا بلي الكومبليمون دوبجي هو المفعول به هو اللي كيكمل لينا المعنى ديال الجمله فبهذا نخليكم ونقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله الى الملتقى.